عبق عن دعبل دوماً دعبل 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 الذي هو أنا لا يكون لا أنا إلا أنا دعبل دعبل أقول دعبل فهل مستجار إذا الليل
الفتاة تجيد الغناء إلى حد يجعلها تضاهي القينات البارعات. صحيح. ولكن يا صاحب الشرطة، ألا ترى أننا شغلنا الناس بطول السهر؟ لو أصاب أحدهم القلق لقام من نفسه وعاد إلى بيته، مما يعني أنهم سعداء بما توفر لأسماعهم وبطونهم. ولكن الذي توفر لبطونهم هو الذي أثار قلقي. أتبخل على الناس بما لم تدفع فيه درهما واحدا؟ ليس بالبخل يا صاحب الشرطة. فماذا يكون إذن؟ الخوف على صحة المدعوين. يا قوم إني رجل أخاف الله رب العالمين، وإني أخاف أن يلجمني سبحانه وتعالى يوم القيامة بلجام من نار. فنبينا الأكرم قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فهل أكون مجنونا وأكتم عليكم علما أنا به ملم وعليه مطلع؟ لا طبعا. خبرنا بعلمك يا دعبل. ألا فلتعلموا أن الوقاية في حال الصحة خير من شرب الدواء في حال المرض، والعاقل هو الذي يدبر الأشياء قبل الوقوع فيها ليفوز بسلامة عواقبها، وإن حفظ صحة موجودة خير من رد صحة مفقودة. ولتعلموا أن داعية الصحيح إلى السقام هو إدخال الطعام على الطعام. ولتعلموا أيضا يا إخواني وأنا لكم ناصح أن رسولنا الأكرم قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. فلماذا يا إخواني، لماذا انهلتم على أكل المخارق وما معها من حلويات؟ في حين قال أحد الشيوخ: ثلاثة لا يشمون ريح الجنة: سيد سارق، وعبد مارق، ومكثر من أكل المخارق. ويحكم، هل غلب عليكم جهلكم فضحكتم من علمي؟ ألا يوجد بينكم من سمع هذا الكلام قبل الآن؟ والله ما سمعته إلا الساعة منك أنا. بل أنا سمعته قبل الآن. لله درك يا ابن أمي. ولكنك رويته منقوصا وحرفت فيه بعض التحريف يا ابن أمي. فأصلحه أصلحك الله يا ابن أمي. بكل سرور يا دعبل. كنت يا جماعة أيام العز في دكاني، وكان معي جماعة من اليمن وجماعة من العراق، وكنا نخوض في حديث لم أعد أتذكر موضوعه، إذ أقبل علينا رجل لم أره قبل تلك المرة ولا بعدها، فقال: هل أحدثكم بحديث لم تسمعوا مثله من قبل؟ قلنا نعم. قال: حدثنا أبو جوعة عن أبي فاقة عن أبي خماص عن إملاق عن شحيحة المعوز قال: كنا جماعة عند الشيخ مسغبة بن المقتر، وكان يحدثنا فقال: خمسة
لا يشمون ريح الجنة. قلنا من هم يا مسخبة؟ قال سيد سارق وعبد مارق وصانع البيارق وعابر جبل طارق ومانع قومه من أكل المخارق. لم يبقى الإجهار إلا بما نريد. يا هذيلة قارعة، أنتما أسرعنا بجمع كل الذي على الموائد. أما أنت يا سيدي يا صاحب الشرطة فقد ختمنا سهرتنا، فدونك ونفيسة لا تنفس عنها لا نفس الله عن زوجها. لك يا نفيسة أن تذهبي إلى بيت الظل، فالظل على حد قول الأمير يبيض البشرة ويساعد الجسم على الاكتناز شحما ولحما. لطويس عسل في فطيرة. أكره أن أعطي مالا منذ الصباح، أعد بعد حين. ولكن خذ فطيرتك إذن. وأنا أكره أن ترد علي فطائري. فعد بعد حين ولا ترهقني. بالعافية وشفاء، بالعافية وشفاء يا طويس. بفمائي يا عسل، بالعسل يا بطائر. دعي الباب مفتوحا يا نسيم. صباح الخير يا خالة قارعة. هل زعفرانة بالداخل؟ أجل، وهي ما تزال نائمة. نائمة؟ علمتها الكسل يا نسيم. ابنة قارعة لا تنام حتى طلوع الشمس. ابعد ابتعد يا رجل، تفسدون أمور النساء ثم تعودون عليهن باللائمة.
ماذا تريدين يا قاتلة الأرسال؟ صباح الخير يا أخي نسيم. صباح. صباح الخير يا أبا النعمان. إن لم تكن خطة ترسوها فقد أصاب عقلك مس يا أبا النعمان. زعفرانة، عمن ورثت الكسل يا خيبة الأمل؟ إين هذه يا كتلة النوم؟ إين هذه؟ عجبي، أميتة هذه أم نائمة؟ تبا لك يا زعف. يا ويلي، هل أصبحت قردا؟ هذه أول مرة أرى فيها زوجة تعامل في بيتها كالقرد، وتضحكين وأنت تنامين في قفص. ما هو بالقفص يا أم؟ لعله قصر إذن. ولا هو بالقصر. ماذا يكون يا واسعة المعارف؟ درع. ماذا؟ أي والله، إنه درع يحميني من صولات حبيبي زوبعة وجولاته. لا تتعجبي، هيا ساعديني على إبعاد الدرع. هيا. إنه برج متنقل، وما هو بالدرع. هلمي يا أمي. شعر. أي والله شعر. هلمي يا أمي. بيض، خبز، حليب، سمن، عسل. أين الزبدة؟ خدعني زوبعة يا أم. هل يعد لك طعام الإفطار؟ أفسدك نسيم يا كتلة الكسل. هلمي يا أمي، هذا وقت طعام وليس وقت ملام. صدقت، فماذا ينفع الكلام؟ جئتك في أمر فلا تخذلني فيه، فأنا أمك يا زعفرانة. بعد الأكل يا أم، بعد الأكل لابد أن أمتلك جسما في حجم جثة نسيم. ستدفع يا دعبل. لن أدفع يا ابن أمي. ولكنك قبلت الماء وأفرغته في الأزيار. ومع هذا لن أدفع يا ابن أمي. بل ستدفع يا دعبل، وستدفع درهمين لكل جرة يا ابن أمي. لن أدفع ولو درهما واحدا في الجرتين معا. اتقي عرقي، اتقي عرقي يا دعبل، فعرقي لم يجف بعد. الجرتان لي والحمار حماري، فكم ثمن عرقك يا دهبل؟ قلت الحمار حماري بمعنى حماري، وهذا لن يعطيك الحق في شيء، فادفع واتقي عرقي يا دعبل. فإذا قلت إن هذا الحمار حماري بمعنى هذا الحمار. انتظر لحظة، قد يكون مقلبا منك ومن صاحب العصبة. يا صباح الفطائر بالعسل. يا صباح العسل بالفطائر. يا صباح الفطائر بالعسل. يا صباح العسل بالفطائر. بدرهم واحد. درهم؟ نعم. أكلت البارحة من المخارق ولم تدفع. ابي صاحب الحسبة. يا ويلي يا ويلي. ويحك يا هذا، إني أسألك، صاحب الحسبة دخل السوق أم لم يدخل بعد؟ لا أعرف، لا أعرف. مجنون. أما وصاحب الحسبة لم يدخل السوق بعد، فإن هذا الحمار حماري بمعنى ملكي، وكل ماء
ينقله حمار ملكي في جرتين ملكي، أخذه وأفرغه في أزيار ملكي بدون أن أدفع ثمنا لملكي من ملكي. وإذا أنا رفعت أمرك إلى صاحب الشرطة؟ زوج المتهور وزوجته متحيلة، فمن سيصدقه؟ دعبل، لا تذكر نفيسة إلا بخير. أتهددني يا ابن أمي؟ دعبل الذي هو أنا لا يهدده أحد، ونفيسة التي هي زوجتي لا يعيرها أحد. نفيسة تلك التي سببت لك الإفلاس وكشفت حالك أمام الناس. أعوذ بالله من الخناس الوسواس. ماذا؟ أنا خناس الوسواس؟ أنا لا أعرفك يا دعبل، فكن من أنت ولا تذكر زوجتي إلا بخير. وأين هي زوجتك الآن يا من تكره أن يذكرها الناس بسوء؟ ويحك يا زوجة ابن أمي، زوجتي في أمن وسلام، إنها في رعاية الشرطة، وسأذهب إليها الآن ولن أعود إلا وهي معي، ترفل في أثوابها الجديدة وفي حليها وديباجها. يا هذيلة، الخان لا يحتمل هذا الحمار أكثر. خذ حمارك يا دهبل، فإنك تفوت على نفسك فرص العمل. هيا هذيلة. ما هذا يا هذيلة؟ ماذا؟ هذا دهبل ابن أمي. قد عرفنا، وهل يخفى القمر؟ هيا هيا يا دهبل، امضي امضي ولا تشغل بالك بأقوال النساء. النساء النساء، هل إذا نحن أدبناهن قيل لنا تقسون على النساء، وإذا هن أغلظن لنا القول قيل لنا لا تنشغلوا بأقوال النساء؟ ما هذا ما هذا يا دعبل؟ ما هذا يا دعبل؟ درهم واحد فقط؟ هذا ثمن عرقي يا ابن أمي؟ اتق الله يا رجل، فهل عرقك مسك وكافور؟ لي الله فيك يا دعبل، لي الله فيك يا دعبل، لي الله فيك يا دعبل. ولا بد في رأيي أن نبعد هذيلة عن الخان، فوجودها هناك سيحرمنا من هدايا النزلاء القادمين من شتى أصقاع الدنيا، من الهند، من العراق، من القاهرة، من مكة المكرمة، من الأندلس، وحتى من بلاد الإفرنج. وما من نزيل جديد من التجار إلا ويوزع بعض الهدايا من منتجات بلاده. فسنترك كل هذا لهذيلة. كنت أنتظر منك إجابة، لكن يبدو أنني أكلم امرأة مات قلبها. أنا معك في كل ما قلت يا أم، ولكن كيف سنتمكن من إبعاد هذيلة وإزاحتها؟ لا تكتردي، لقد أعددت خطة محكمة، فإذا وعدتني بأن تكوني في صفي فإني أطلعك عليها. وهل تكون البنت إلا في صف أمها؟ يحدث ذلك إذا كانت البنت من طينتك. ألست أنت التي كنت ضدي يوم اختلفت مع هذيلة ونفيسة حول المنحدر والمرتفع في أرضية الخان؟ كان الأمر واضحا وجليا يا أم. قد يحدث مثل ذلك. هل ستكونين معي أم ضدي؟ ما دام في الأمر هدايا فإني سأكون معك يا قارعة. وإذا رأيت القبرة وقلت إنها معزات فهي معزات ومن غير نقاش. وإذا طارت؟ معزات ولو طارت. نهى المهذبة. صباح الخير. صباح الخير. إلى أين القصد؟ إلى الجزار. لماذا الجزار؟ لاشتراء غربال. غربال؟ غربال من عند الجزار؟ و
فبماذا تريد لي أن أجيب وأنت تسألني لماذا الجزار؟ فهل يذهب الناس إلى الجزار لغير اشتراء اللحم؟ أجل. وكيف ذلك؟ يذهبون لاستخلاص دين أو لتسديد دين. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا مرحبا. صباح الخير يا أهل العزف والغناء. صباح الخير يا دعلب يا بدل. ما اسمك يا رجل؟ ويحك، وهل يوجد في القيروان من لا يعرف دعبل؟ نعم. ومن يقول؟ أنا لا أعرفك. ها قد عرفتني ووجدتني في انتظارك. ولماذا في انتظاري؟ لتصفية الحساب يا ما اسمك يا هذا؟ مليح مليح الطنبوري. ما مليح، أنت مليح. أجل مليح. وبهذا الشكل ومليح. أجل. إذن هلم لتصفية الحساب. وأنا جاهز. المال. طبعا طبعا جاء دور المال. المال يا مليح سيد الأعمال وصانع الرجال ومبدل الأحوال من حال إلى حال. صدقت صدقت والله يا دبلع يا دعبل. وقديما قالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ما عنده مال فعنه الناس قد مالوا. حكمة. أي والله حكمة. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس منفضة. رجل حكيم، والله حكيم أنت يا دبلع يا دعبل. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ما عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. وهذه حكمة أخرى. أبشروا يا جماعة، فهذا رجل حكيم ويعرف قيمة المال. زهور ورود ورود. زهور زهور. زهور ورود ورود. زهور. يا صباح الخير يا أبا النعمان. صباح الخير يا ولد. صباح الخير يا أخي يا أبا عيسى. صباح الخير يا أبا النعمان. صباح الخير يا أخي يا طويس. صباح 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 الخير يا أبا النعمان. هل رأيت ما رأيت يا طويس؟ تبدل حال أبي النعمان. اللهم اغفر لي امتلاك هذا الخان، فإني كنت من المسرفين الغافلين. لم يبقى الآن إلا أن تتحول إلى سقائم يا أبا النعمان. اتركيني في حالي يا فتنة. ويلك يا رجل. أنا فتنة؟ أجل يا غواية. ألا إنك لمجنون وحظك خانك، وإلا ما كنت بعد خانك يا مهملا عيالك ومتلفا مالك. اخفضي صوتك فهو عورة يا امرأة. لا يكون صوتي كما ذكر وأنا أتكلم ولا أستحي. إني إذن لمن الخاسرين. بالبطائي حسن بالعسل يا فطاهر. بالبطائي حسن بالعسل يا صباح الخير يا هذيلة. صباح الخير يا هذيلة. هذيلة ألا تردين التحية؟ بالتحية حسن بالعسل يا فطاهر. صباح الخير يا أخي يا سقلي. صباح الخير. عجبي، هذا والدك أبو النعمان يا نوال. أبتي، أتتجاهلوني يا أبتي؟ أنت يا ابنتي من زينة الحياة. ماذا تعني؟ أعني أنك كالمال مجرد زينة في هذه الحياة، وأنا زهدت في هذه الدنيا وزينتها وبهرجها.
تزهد بفلذة كبدك يا أبتي. الزهد هو الزهد يا نهى، ولا استثناء عندنا نحن الزهاد. يا من يرشد ضريرا حرما نعمة البصر، يا من يرشد ضريرا حرما نعمة البصر. يا ليتني أحرم نعمة البصر مثل هذا حتى لا أرى شيئا من البلاد والعباد. أكرهت البلاد والعباد إلى هذا الحد؟ كلا يا نهى كلا، ولكنه زهد. فالبصر نعمة، وأنا رجل زاهد في جميع نعم الدنيا. حتى في نعمة البصر؟ الزهد هو الزهد يا نهى. والمال يا جماعة ساعد الرجل وظفره ونابه، هو جاهه بين الوجهاء وشقيقه إذا عز الأشقاء، هو الأهل والقبيلة والنسب، هو الغاية والوسيلة والطلب، هو الزينة في الحياة والمواسي في الملمات، المؤنس المضحك الناجع والمهرب عند الفواجع، هو الأب والعم والخال، وهو بكل اختصار المال. حكيم، أي والله حكيم وذو فضل عليم. لله درك يا دبلع، لقد قلت فأحسنت المقال. إلي إذن بالمال؟ أتعطينا مالا أم نعطيك؟ ويحك يا رجل، ستدفعون عن كل فرد فيكم 3 دنانير، أريدها الآن، فأنا رجل لا أحب كثرة الكلام. جننت والله يا دبلع. ما هذا؟ لم أفهم شيئا من هذه الحركات وهذا الأنين. ماذا تريد أن تقول زوجتك يا دبلع؟ ما هذا يا هديلة؟ هل أصابك البكم؟ أين صوتك إذن؟ ويحك يا امرأة، هل منع الكلام؟ لا يمكنك أن تتكلمي. لماذا؟ أفهميني الحكاية يا امرأة. لن ننتظر طويلا على هذه الحال، نريد مالنا يا دبلع. دع بل، ألا تفهم؟ أعطنا مالنا وكن من شئت. عن أي مال تتحدث؟ أنا الذي أطلب منكم مالا مقابل المبيت في الخان. بل نحن نطلب مالا مقابل الاحتفال بخانك. وهل كنت قد دعوتكم إلى الاحتفال بخاني؟ زوجتك التي دعتنا. هذيلة، تكلمي أو ابتعدي يا هذيلة. ماذا هناك؟ لا أستطيع الكلام. ولماذا يا هذيلة؟ صوتي عورة. لا يختلف اثنان في أن صوتك قبيح ومزعج، ولكن ليس كما ذكرت يا هذيلة. أوافق أنت يا دعبة؟ تمام الثقة يا هذيلة. عجبي. هلما يا دعبل، اسمك لا يعنيني، أعطيني المال. تبا لك من رجل المجنون. المجنون من ينكر على الناس حقا. مريح، تعقل يا مريح، تعقل. ابتعدي يا امرأة. لا تهدد زوجتي، فإنني لن أرحمك. أنا الذي لن يرحمك. هل ستدفع يا دبلع؟ هذا البقاء، أسرع يا أبو البقاء. هل تريد أن تقول شيئاً؟ هاتي ما عندك. أبو البقاء اعترف البارحة بأنه أهداني الحلويات وتكفل بك وبأصحابك يا مليح. هذيلة، أبو البقاء، ادفع أولاً يا أبو البقاء وبعدها ناقش. ادفع هذيلة، ادفع يا أبو البقاء. هذا كل ما كان من أبي النعمان، والخوف، كل الخوف الآن أن يتمكن الأشهب من استمالة نهى. وهل تظن أنه سينجح؟ برغم ما يقال عن اهتمام نهى بواسل الصقلي، فإنني لا أستبعد إمكانية نجاح الأشهب في استمالتها، فهي فتاة عديمة التجربة، وهو رجل محنك خبيث. خبثه هذا لن ينفعه في شيء. هل نسرق منه الصندوق الذي عند الشجرة؟
بل ندعه يملأه أكياسا ودنانير. قد يفر به إذا امتلأ في ساعة لا نعلمها إلى مكان لا نعلمه. لن يتمكن من ذلك. سأجعله يدفع ثمن خيانته هذه أضعافا مضاعفة. لا لا لن أدفع يا مليح، فافعل ما أنت فعل. والدك رجل مجنون ولا ريب. صدقت، أمي قالت إنه جن قبل أن أولد بأيام قليلة، فكيف عرفت ذلك يا دلعب؟ ابتعد عن أبي البقاء وأنا أقول لك. رجل حكيم، أي والله حكيم، كيف عرفت بجنون أبي يا دلعب؟ أمر بسيط، إن رجلا يطلق اسم مليح على ثور مثلك لا يمكن أن يكون إلا مجنونا. دعبل لك يا دلعب. دعبل دعبل اسم دعبل، ألا تفهم؟ أستدفع أنت أم أدق رقبتك؟ مهلا 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 يا مليح، وسوف تحصل على كل ما تريد. ها أنا تمهلت، فأين المال؟ أمهلني لحظة يا مليح. ألا فلتعلم يا بدع دل يا دعبل، حتى أنت يا أبا البقاء زلت لساني يا دعبل، ولكن دعني أعلمك بأن هناك حقيقة تجلو إلى حد هذه الساعة. حقيقة؟ ماذا تعني بحقيقة يا أبا البقاء؟ أعني الحقيقة التي لا يعلمها غيرنا يا هذيلة. ها؟ أنت وهذيلة تعلمان حقيقة لا أعلمها؟ أبو البقاء بدأ يفقد صوابه فيما أرى. الحقيقة التي أريد أن تعلمها هي أنني أحبك يا دعبل، أحبك حبا جنونيا. ولهذا فأنا سأدفع أجرة مليح ومن معه. يا أبا البقاء كنت قلتها من البداية وكفيتنا شر القتال، فأمامك كنت سأقتل هذا الرجل حقا. حكيم حكيم وظريف، أي والله حكيم وظريف. أي والله يا خالة قارعة، إنها عششت في مخي وفي أعصابي وجرت مني مجرى الدم. سأبقى مدينة لك مدى حياتي إن أنت جمعتني بها حسب ما يقتضيه شرع الله وسنة رسوله. الأمر ليس بالسهولة التي تتصورها يا طويس. إنه أمر يسير يا أمي، مع أنك نعتني بالخيمة يا طويس، ومع أنني لن أغفر لك ذلك، فإني سأسعى لجمعك بها، فأنا سريعة التعاطف مع المحبين، وما دمت تحبها. وما دخل التعاطف والحب والمحبين يا زعفرانة؟ الحب هو أصل الحكاية وهو اللب، إنه الحب. أي والله، الحب هو اللب، وهو على حد قول الطب حار رطب متقلب منقلب. تبا لك ولقول الطب. أصل الحكاية يا طويس هي هذيلة. هذيلة؟ أي نعم هذيلة. فكل شيء في الخان وكل إنسان واقع تحت حمانة هذيلة، بمن في ذلك نهى. العمل يا خالة، يجب أن نبعد هذيلة عن الخان ليسهل علينا تقريبك منها. وكيف نبعدها يا خالة؟ أجل، كيف نبعدها يا خالة؟ يا قارعة، حيلة واحدة لا غير. كيف ذلك يا خالة؟ يجب أن نوقع بين هذيلة ودعبل. وهذا هو السؤال. أنا عندي الحل، فهذيلة كذبت على دعبل. نعم، لقد أرسلتني أمس الأول فاتفقت نيابة عنها مع الحلواني ومع مليح وأصحابه، وأثناء السهرة ادعت أن الحلوى هدية من أبي البقاء. وقعت يا هذيلة. أما وقد جاءك المال فستدفع مقابل مبيتك ومبيت أصحابك.
أبو البقاء يدفع لك، فنحن لم نكن نرغب في المبيت هنا، ولم نأتي إلى الخان برغبتنا. فهل ستدفع يا أبا البقاء؟ مصيبتان، أسفي على عقلك يا أبتي، أسفي عليك يا نهى يا ابنة أبي النعمان. نهى، ماذا دهاك؟ ما الذي أصاب نهى المهذبة؟ أصابني ما لا تملك له دواء يا دعبا. لقد اكتشفت اليوم أنني مجرد زينة في هذه الدنيا. لقد زاد في أبو النعمان كما زاد في هذا الخان. لا عليك يا نهى، لا عليك. سيثوب أبو النعمان إلى رشده وسيعود إليك، فأنت فلذة كبده. وفي الانتظار سأهتم بك وبكل شؤونك. أنت تبقى حيث أنت يا دعبل. أنا سأهتم بنهى وبكل نساء الخان. هيا يا نهى. أنت يا أيتها المتحيلة لن تهتمي بشيء وبأي إنسان، فلا مكان في هذا الخان لمن سرق وخان. وأنت يا هذيلة خائنة وسارقة. ويحك يا قارعة، ما هذا الذي تقولين؟ أتتجاهلين وأنت تبددين المال في اشتراء المخارق وجلب المغنين والقيان؟ يا ويلي، هل وصل الأمر إلى تبديد المال؟ يا لضياع الخان بين المخارق والقيان.